سي محمد صالح مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد صالح على الهاتف. طبعا الخبر اليوم قضية الإقالة هذه اللي كانت حقيقة مفاجأة. سي محمد صالح لو تعطينا الحيثيات شكلا وتعطينا المسألة مضمونا بخصوص تخلفك اليوم على الحضور جلسة عامة لنقاش القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء اللي هي ظهر لي سابقة، معناها يقول القائل علاش ما فيش تنسيق حكومي من قبل، علاش فاجأت الحكومة بغيابك، ما عبرت لهمش، قلت لهم من قبل يعني باش العباد تتفاجأ بالمسألة هذه اليوم. لا، شكون قال لك مفاجأة؟ أنت منين خذيت الخبر؟ ما ثماش مفاجأة. هذاك علي حبينا نستوضحوا من عندك. لا، ما ثماش مفاجأة، ما تاخذوش الأخبار الغالطة وتعديوها هكاك. أنا من البارح العشية أنا والسيد رئيس الحكومة طرحنا الإشكال، وقع إعلامنا بأنه ثم برمجة في الجلسة نتاع اليوم فيها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء باش تقع المصادقة عليه نهائيا قبل إحالته للسيد رئيس الجمهورية. فأنا قلت له سيد رئيس ماذا بيا بربي تعفيني، ماذا بيا ما نحضرش. قال لي علاش؟ قلت له خاطر أنا قناعاتي اليوم وصلتني إلى أن حضور وزير العدل غدوة معناها ثم نوع من التزكية ومن الموافقة السياسية على نص اللي أنا مانيش مقتنع به. يعني نعطيك المسار نتاعو النص هذا بإيجاز معناها من مشروع الحكومة الأول اللي تقدم موافق عليه مجلس الوزراء ودفعت عليه هنا قدام مجلس نواب الشعب، يعني أفرغ من مضمونه تقريبا في نسمة كبيرة جدا منه، فقد شخصيته، فقد فلسفته، فقد التوازن نتاعو، وفقد الرابطة المادية والشكلية مع الدستور. فبحيث أصبح النص الحالي مانيش مقتنع به. قلت له بربي للسبب هذايا ما نحبش نكون أنا في موقع عضو حكومة يساهم في نقاش على نص اللي هو مش مقتنع به، هذا يمس حتى من كرامتي كوزير مستقل. فهمت؟ عندي قناعات أنا على السلطة القضائية، ونحب نجسم الدستور. تنزيل الدستور في القوانين الوضعية يلزم يكون تنزيل محكم وأقرب ما يكون من إرادة المشرع التأسيسي. هذا ما حصلش. قال لي مش معقول، يلزمك تمشي. قلت له ما نمشيش، سمحني سيد رئيس، الله غالب هذا موقف ممكن ماهوش في التقاليد نتاع الحكومات، ممكن ياسر خارج على المعتاد، هذا ممكن. لكن انا راني هذا زاد انا مانيش متنازل عليه موقفي، حتى لين وصلنا اليوم الصباح القاني انا متمسك بموقفي. في الاخر وصلنا المأزق، وانا بكل صفه نفسانيا كنت مهيئ نفسي للاستقاله لوحدي، معناها باش مستقيل. بقى قلت لعل هو ربما يبدلش رايه. يا اخي هو ما بدلش رايه وخذ القرار قبلي انا، المهم انه انا معناها تصرفت كوزير مستقل، ما عنديش انتماء لحتى حزب. جيت للحكومه ندافع على الدستور، ندافع على اقتراع للدستور اللي هي أقرب قراءة ممكنة للدستور. ما تفهمناش، ما اتفقناش، الله غالب. سي محمد صالح، ما يخفيش عليك أكيد قاعد تقرأ في بعض التأويلات والتحاليل، وأنت هنا فرصة باش نستوضحها من عندك. يقولوا أنه هذه النقطة اللي أفاض الكأس في الحقيقة، فيه تصريحات لم تلقى يعني معناها قبول طيب لدى رئاسة الحكومة. تصريحك بخصوص قضية المثلية الجنسية، تصريحك خاصة الأخير ضمن لجنة من لجان مجلس نواب الشعب وقت اللي قلت أنه السفير الأمريكي عامل عليك برشا ضغوطات وانت ترفض ضغوطات السفير الأمريكي. هل يعتقد محمد صالح بن عيسى أنه المسائل هذه لعبت دور في إقالته اليوم؟ والله بكل صراحة أسمع أن كل حاجة في بلاصتها كما نقوله بلغتنا. سي الحبيب عمره لعمل لي ملاحظة على المسائل اللي انت اثرتها سيادتك، ما كلمنيش بالكل، ما ربما خلاها ضمنيا عنده، قد يكون لحال السؤال هذا ممكن تطرحوه عليه غدوه نهار اخر ولا ما عارفش في مناسبه قادمه. لكن هذا ما يشاع، هذا ما يقال. على كل حال انا ما يقلقنيش، لكن هذا هو القطره اللي افاضت الكاس، انا ما نتقلقش منها. بربي سي محمد صالح، بالمناسبه هل تؤكد اليوم وانت على الهواء مباشره قدام ملايين التوانسه انه بالفعل السفير الامريكي مارس عليك ضغوطات؟ شوف المساله هذه مساله الصحفيين، مع احترامي لحريه الصحافه، عندي انا حاجه مقدسه، حريه الصحافه، حريه الراي وحريه التعبير. مع الاسف ساعات
يعني ياخذوا في تخريجه هكايا يخرجوا لك القول نتاعك بطريقه يظهر لك الكاس فارغ وما يظهركش الكاس معبي للشطر يقول لك لا هو فارغ مش هاي فرصه للتوضيح توا فرصه للتوضيح التوضيح ها وش قلت راهو ماذا بينا نسرعوا في اقرب وقت ممكن باش نصادقوا على قانون الوقايه ومكافحه الاتجار في البشر. لماذا؟ راهو ثم ضغوطات دوليه منها الضغوطات الامريكيه، اي نعم نقولها ونعاودها، اللي تهدد فينا معناها باعاده ترقيمنا، وترقيمنا ينجم ينحدر الترقيم السيادي، ويأثر هذا على علاقتنا حتى بالبنك الدولي وبالصندوق النقد الدولي. يهدوا فينا مقابل شنو سي محمد صالح؟ مقابل شنو؟ مقابل المصادقه في اقرب وقت ممكن على قانون الوقايه ومكافحه الاتجار في البشر. يعني هذا يكون نصادقوا عليه صوره تونس يعني تتحسن في المحافل الدوليه، وتولي عندنا معناها مرتبتنا تتحسن في الترقيم، وربما تفتح لنا افاق اكبر وارحب في التعاون الدولي مع 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 البلدان. هذا اللي قلته، وفعلا في مقابله مع سفير يعني بينت له اللي راهو احنا قاعدين نسعى، وعندنا سلطه تشريعيه هي اللي تصادق على القانون طبقا للدستور. فهمت باش فهمتوا اللي احنا رانا دوله عندنا سياده وعندنا سلطه تشريعيه تمارس في صلاحياتها كامله، فهمتني، في الوقت المناسب وعندها اجراءاتها تتبعها. هذا اش قلت. واضح سي محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق، شكرا جزيلا على المكالمه نتاعك.